يقول لك دايما التارجت انك انت توصل لذا بيست ريزوليوشن اوف ذا ريزوليوشن واوبتيمم سنسيتيفيتي. اوبتيمم سنسيتيفيتي ده الهدف بالنسبه لي. فبالتالي فمثلا يتغلبوا على القصه دي في ايه؟ انت مثلا دلوقتي مثلا عايزك تتخيل معايا، انت دلوقتي عندك بيشنت وبتصوره ومضطر تستخدم هاي ريزوليوشن كوليميتر، تعمل ايه عشان خاطر تزود السنسيتيفيتي؟ ها هي سنسيتيفيتي عباره عن ايه يا دكاتره؟ الكاونت بير مينيت بير ميجا بكرل، الكاونتس اللي هتعمله ديتكشن لكل اكتيفيتي، تمام؟ في الاكتيفيتي الواحده. يعني ده معناه ايه؟ يعني انا لو زودت التايم بتاع السكان، بدل ما هصور البيشنت ده في دقيقه اصوره في خمس دقائق، الكاونت هيزيد ولا لا؟ طيب يبقى انا كده عملت اوفر كومينج على فكره ان انا ان انا دلوقتي تغلبت على فكره ان السنسيتيفيتي قلت. طيب او ان انا ازود الاكتيفيتي الادمنستريتد، اكتيفيتي الادمنستريتد دوز اللي انا بديها للبيشنت، بدل ما هدي للبيشنت مثلا 5 مللي كوري، لا ممكن ادي 7 مللي كوري. خلاص طب ده هيعمل معايا ايه؟ ده هيزود معاك النمبر اوف كاونتس اللي هيحصل لها ديتكشن. خلاص يبقى اذا السكان تايم و الادمنستريتد اكتيفيتي، خلاص دول ليهم تاثير بشكل كبير على ايه؟ على السنسيتيفيتي بالنسبه لك. طيب في نقطه ثانيه، الكريستال اللي حصل فيها سنتيليشن في نقطه معينه، لو الكريستال دي الثيكنس بتاعها كبير، جميل جدا، اي جاما فوتون جاي من البيشنت هيحصل له ديتكشن، هيقف، مفيش فرصه ان الجاما فوتون ده يعدي ويخرج او يسكتر ده او يروح في اي مكان تاني. ليه؟ الثيكنس كبير، فالستوبنج باور بتاعته عاليه. بس في نقطه، الثيكنس لما كبر كده وحصل سنتيليشن، عشان يوصل اللايت فوتون للفوتو ملتبلاير تيوب هيمشي مسافه كبيره ولا قليله يا دكاتره؟ ده يقلل في الريزوليوشن ولا يزود في الريزوليوشن؟ يقلل الريزوليوشن. اذا الثيكنس بتاع الكريستال، الثيكنس بتاع الكريستال كلما زاد يزود معاك السنسيتيفيتي، بس يقلل معاك في ايه؟ في الريزوليوشن. يقلل معاك في مين؟ في الريزوليوشن. تخيلنا كده اللي انا بقوله حضراتكم. الموضوع اللايت كمان برضه ما هو السبب ده، ان الثيكنس لما زاد زود الديفيوجن بتاع مين؟ بتاع اللايت. خلاص بقى يتحرك بانجلز اوسع. خلاص فانت عمليه اللوكاليزيشن وتحديد مكان السنتيليشن بقى اصعب، بقى مش اكوريت او ليس اكوريت عن لما كانت الكريستال الثيكنس بتاعها قليل. تمام يا دكاتره دي واضحه؟ جميل. طيب يبقى اذا الكريستال ثيكنس ده مهم. هتلاقي عندك مثلا في الماركت يقول لك ايه، انا عندي كريستال 3 باي 8 انش او 5 باي 8 انش. معظم الناس شغاله على ال 3 باي 8 انش، ده الثيكنس اللي هو يعتبر الستاندر اللي الناس شغاله فيه، الا بقى لو حد مثلا شغال مع هاي انرجي زي الايودين 131 او 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 حاجه فيها راديو نيوكلايد ثيرابي مثلا، وبيستخدم هاي انرجي راديو ايزوتوب، فممكن يجيب ال 5 باي 8 انش بالنسبه لي. طيب جميل كده، انا احنا كده بدانا نبقى متخيلين ايه اللي بيحصل، والكريستال وموضوع السنسيتيفيتي والريزوليوشن والفاكتورز اللي بتاثر على فكره الزياده في السنسيتيفيتي او الزياده في الريزوليوشن. طيب خد بالك بقى، في حاجه هتسمعها اسمها ايه؟ يقول لك انترنسيك ريزوليوشن واكسترنسيك ريزوليوشن. ايه الكلام ده؟ الكريستال نفسها ليها ريزوليوشن، انت ليها افيشنسي في الريزوليوشن. لما بتحط الكوليميتر، الكوليميتر نفسه ليه ريزوليوشن، ليه افيشنسي في الريزوليوشن، تمام؟ فيقول لك انا لما اجي اعمل تيست او اختبار عايز اشوف السيستم ريزوليوشن. يعني ايه السيستم ريزوليوشن؟ يعني كفاءه
الجاما كاميرا او السبكت ماشين على انها تعمل ريزوليوشن او الريزوليوشن بتاعها قد ايه. يعني ايه ريزوليوشن برضو بتاعها قد ايه؟ يعني الفول ويدث ات هاف ماكسيمم قد ايه. يعني ايه برضو الفول ويدث ات هاف ماكسيمم قد ايه؟ يعني لو عندي ليجن جنبه ليجن تاني، ايه هي المسافه، اقل مسافه خلاص تقدر تشوف التو ليجن دول از تو ليجن، كم مليمتر؟ طب ده الكلام ده بيتحسب ازاي؟ بالفول ويدث ات هاف ماكسيمم. قيمه الفول ويدث ات هاف ماكسيمم كل ما قلت، كل ما كانت قليله، كل ما السبيكتروم اللي طالع بقى عامل كده، بقى ضيق. يعني الويدث بتاع البيك ده قليل، يعني الفول ويدث ات هاف ماكسيمم قيمتها قليله، يعني الريزوليوشن عاليه. تمام. طيب الفول ويدث ات هاف ماكسيمم دي لو كبرت، يعني الويدث بتاع البيك بقى عامل كده، يعني الويدث ده كبير، يعني الريزوليوشن تقل. طيب لما اجي اقول لك انا دلوقتي انا عندي كوليميتر وعندي الكريستال، الاثنين مع بعض كده بسميهم سيستم. السيستم ده اقيس له حاجه اسمها ريزوليوشن، يبقى عباره عن السمشن بتاع الريزوليوشن بتاعت الكريستال والريزوليوشن بتاع مين؟ الكريستال. طيب اذا لو بتعمل اي اختبار للجاما كاميرا وانت شايل الكوليميتر بسميه انترنسك تيست، بسميه انترنسك تيست، لان انا في الوقت ده شايل الكوليميتر، الكوليميتر عندي اماونتد متشال من السيستم بتاعي. طب في حاله وجود الكوليميتر فبسميه اكسترنسك. يبقى اذا وجود الكوليميتر حضرتك شغال بتعمل تيست، انت بتعمل تيست للسيستم از هول، السيستم كله. شلت الكوليميتر يبقى انت بتعمل تيست لمين؟ للكريستال. وده اللي هنشوفه في الكواليتي اشورنس لما نيجي نتكلم، ان في مجموعه من الاختبارات بتختبر الريزوليوشن بتاعت الكريستال نفسها، وفي مجموعه من الاختبارات بتختبر الريزوليوشن بتاع السيستم كله، الريزوليوشن بتاع السيستم كله. فلما اجي اقول لك اكسترنسك ريزوليوشن تيست او اكسترنسك يونيفورميتي مثلا زي ما هنقول، يبقى كده يتبادر الى ذهن حضرتك ان الكوليميتر موجود ولا متشال؟ موجود. لما اجي اقول لحضرتك انترنسك ريزوليوشن او انترنسك يونيفورميتي تيست، يبقى الكوليميتر متشال، يبقى انا بختبر الكريستال، بختبر الكريستال. طيب دلوقتي دلوقتي الكريستال بتاعتي حصل فيها السنتليشن وال خلاص الماب اتكونت وقدرت اعرف اللوكيشنز بتاعتي، ولكن الموضوع ليس بهذه البساطه، العمليه مش هتمشي بيس كده، لازم يكون في حاجه تنكد عليه. قال لك البيشنت الجاما فوتونز الاوبجكت اللي بيطلع جاما فوتون ده هو مش موجود في الهواء، ده موجود جوه اورجنز، في ايه شويه اورجن جنبه، شويه اورجن فوقيه، عظم بون فوقيه، سوفت تيشو فوقيه، فات في حواليه فلويدز. فالجاما فوتون ده وهو خارج ربنا كده ايه يعني يصادفه بحاجه تعمل له اتينويشن. يعني ايه بقى؟ يعني ممكن يعمل تو تايب اوف انتراكشن، الفوتو الكتريك والكومبتون. الفوتو الكتريك هيحصل والكومبتون هيحصل، وممكن ما يحصلوش اي انتراكشن ويعدي ويوصل للكريستال بتاعتنا بسلام وامان. طيب في حاله انه حصل له اتينيويشن من الاورجنز اللي حواليه وحصل فوتو الكتريك افكت، كفى الله المؤمنين شر القتال. الفوتون وهو خارج هيحصل له كومبليت ابسوربشن، لان الفوتو الكتريك افكت فوتون يقوم خابط في الكترون يديله كل طاقته، الالكترون غلبان ما بيمشيش مسافه كبيره، يقوم في وسط في جسم البيشنت ويقف يفقد كل طاقته. المشكله في مين؟ في الكومبتون. الفوتون يدي شويه
طاقته الالكترون يخرجه من مداره وهو يحصل له سكاترينج تشتت، فيبقى الفوتون خارج يا عيني كده وماشي في الاتجاه ده، يفاجئ يقابل اورجان يعمل معاه كومبتون سكاترينج ويقوم ساقط له على الكريستال هنا. طب الكريستال كده هتقوم عامله لي تقول لي اه ده المنطقه دي ما حصل فيها في فوتون موجود في اورجان هنا بيطلع لي الماده المشعه واصل فيه الاكتيفيتي. الكلام ده خلاص بقى يعمل الماب بتاعته الخريطه بتاعته، يعمل لوكاليزيشن يحدد المكان. طب الكلام ده كده ينفع؟ كده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ميس بوزيشننج. يبقى انت هتحدد اماكن في جسم البيشنت غلط، لان الكلام ده بيحصل، الكلام ده ما فيهوش يعني الكومبتون سكاترنج هيحصل هيحصل، والفوتوريكتريك افكت هيحصل هيحصل. طيب لما يجي الفوتون ده يطلع للكريستال هو نفسه يعمل انتر اكشنز، يعمل جوه الكريستال ويعمل اكسايتيشن ويخرج الالكترون واو ويحصل السنتليشن بروسيس. خد بالك بقى لما جم يعملوا سبيكتروم لشكل الاكس راي، شكل الجاما راي فوتونز دي والانتر اكشنز بتاعتها او اللايت فوتونز اللي نتجت نتيجه الانتر اكشن بتاع الجاما فوتون اللي خارجه من البيشن مع الكريستال، طلع عندي السبيكتروم ده. علاقة ما بين الانرجيز الطاقة وعلاقة ما بين الانتنستي، وقلنا الانتنستي اللي هي بتمثل لك النمبر، انا اسف، يعني عدد الفوتونز التي تحمل هذه الفاليو او الفاليو دي من الانرجي. فلما اقول هنا هاي انتنستي وهنا المنطقة دي لو انتنستي، طب السبيكترم ده كان سبيكترم لمين؟ للتكنيشيم. لما نيجي نتكلم عن التكنيشيم 99 ام اللي هو الموست كومن راديو ايزوتوب بيستخدم، اللي هو طاقته كام؟ 140 كيلو الكترون فولت. طيب السبيكترم ده طالع بهذا الشكل، فقال لك الجزء اللي انت شايفه ده اللي هو السيجنال بتاعته او الانتنستي بتاعته ضعيفه، الجزء ده بيمثل الكومبتون انتر اكشن. اما الجزء ده اللي هو جزء اللي هو البيك ده بسميه اللي هو الفوتو بيك او اللي ناتج نتيجه الفوتو الكتريك انتر اكشن. فده شكل السبيكتروم بتاع الانرجي بتاع تفاعل الجاما راي فوتونز اللي خارج من البيشنت مع الكريستال. طيب فين اعلى انتنستي يا دكاتره؟ عند الفوتو الكتريك افكت ولا عند الكومبتون؟ تمام، عند الفوتو الكتريك. يبقى هل حضرتك من مصلحتك انك تعمل تظبط ان الكريستال تديتكت بس الفوتو الكتريك ولا تديتكت كل السبيكترم؟ قال لك لو انا خليته يديتكت كل السبيكترم هيحصل رقم واحد ميس بوزيشننج، رقم اتنين هيبقى في عندي سكاترد فوتونز كتيره في الصوره. لا، قال لك خلاص انت تخلي الكريستال بتاعتك تتظبط على الفوتو بيك، على الفوتو الكتريك افكت، فتعمل حاجه اسمها ويندو. اهي دي منطقه الفوتو بيك وده الكومبتون تيل بتاع او الكومبتون انتراكشن. فتعمل حاجه اسمها ويندو. ايه الويندو ده؟ الويندو ده تقول انا والله عايز اعمل ان الكريستال بتاعتي تعمل ديتكشن بس لل 140 كيلو الكترون فولت بلس اور ماينس 10% او 20%، يعني زياده 10% او اقل 20%. طب ليه؟ عشان انت بتاخد الرينج اللي هو حوالين الفوتو بيك بتاعتك، حوالين ال 140 اللي هو المنطقه دي، فده يديك افضل سيجنال وافضل انتنستي وفي نفس الوقت افضل ريزوليوشن موجوده عندك في الصور، افضل ريزوليوشن عندك موجوده في الصور. طيب اذا
ده شكل السبيكتروم. بشتغل على الفوتوبيك، بحدد الويندو بتاعتي. الويندو دي بتتحدد بايه يا دكاتره؟ البالس هايت انالايزر او المالت شانل انالايزر، اللي هو ده البالس هايت انالايزر الجميل ده. يقول لك انا عايز حاجه اسمها لور ديسكريمينيتور وابر ديسكريمينيتور. ايه الابر ديسكريمينيتور؟ يعني لو زادت الطاقه عند ليميت معين ما تاخدهاش، اللي هو 140 بلس 10 بلس 10%. ولو قلت الانرجي او قلت الانرجي بتاعتك اللي واصله لك عند 140 ماينس 10% ما تستقبلهاش. فتعمل ده بايه؟ بالويندو بتاعتك. فتاخد رينج معين اللي هي ترو كاونت اللي انت عايزه بس، اللي انت عايزه بس. فلو جات لك حاجه كبيره او بانرجي اعلى خلاص مش هاخدها. طيب ممكن حد من حضراتكم دلوقتي يسالني سؤال منطقي، الطاقه اللي خارجه 140 ليه هيطلع عندي سيجنال بانرجي اعلى من ال 140؟ لان حضرتك لو انت مدي البيشنت هاي كاونت او هاي دوز، السيجنالز احيانا يحصل حاجه اسمها بايل اب. بايل اب تسمعوا حضراتكم عن حاجه اسمها الديد تايم. الديد تايم ده انا اي ديتكتور في الدنيا بيعمل ديتكشن لسيجنال، في سيجنال جايه وراه. مش احنا بنقول ان الموضوع فيه سكسيسيف سيجنالز جايه ورا بعضها، سكسيسيف فوتونز جايه ورا بعضها. فلو الريت بتاع السكسيسيف فوتونز ده عالي عالي، في حاله ان كيس انك انت حائن هاي ادمنستريتيف اكتيفيتي هاي راديو فارماسيوتيكال دوز، يبتدي يحصل سميشن للتو سيجنال، فيديك ان السيجنالز دول طاقتهم عالي او الانرجي بتاعتهم اعلى من ايه؟ من ال 140 بالنسبه لك، فتظهر عندك البيك بره الرينج بتاعك. فهو لازم يعمل لها ايه؟ لازم يعمل لها اجنورنج او لازم يشيلها من الايه؟ الويندو بتاعته. فعشان كده بيطلع السبيكترم بهذا الشكل عن طريق حاجه اسمها البايل اب. البايل اب ان تو سكسيسيف بيكس او تو سكسيسيف سيجنال جايين ورا بعض، فالسيستم نفسه مش قادر يعمل ديسكريميشن ما بين التو سيجنال، فبيعمل لهم سميشن فيديك سيجنال ببيك عاليه، زي سيجنال جايه كده وسيجنال وراها اهي، الاثنين على بعض يعمل لهم سوبر امبوزيشن. فيعمل ايه؟ فكانك انت عليت البيك، خليتها بالشكل ده. فده اللي بيحصل. طب جميل، في حاجه اسمها الانرجي ريزوليوشن. ايه موضوع الانرجي ريزوليوشن ده؟ الانرجي ريزوليوشن ده تيست من ضمن الاختبارات، انك انت عايز تشوف الكريستال بتاعتك بتشوف الانرجي بتاعت الجاما فوتون بريزوليوشن مقدارها قد ايه، اللي هو من الاخر انت عايز تحسب الفول ويدث ات هاف ماكسيمم للبيك دي. طب بتعمل ده ازاي؟ بشوف البيك بتاعتي فين، خلاص بسميه اي جاما. يعني مثلا هنا البيك بتاعتك عند فين؟ عند 140، يبقى الاي جاما بتاعتك 140. ده الماكسيمم انرجي او ده البيك بتاعتي عند الانرجي دي. واقوم شايف الانتنستي هنا قيمتها كام؟ نفترض 1000. طيب يبقى نصها كام؟ 500. 500 يبقى ده منتصف البيك. انزل كده واقوم جايب القيمه بتاعت ده اكس 2 والقيمه دي اكس 1 على الاكس اكسس، يبقى اكس 2 ماينس اكس 1 على الاي. ده بسميه الفول ويدث ات هاف ماكسيمم. ده بيعبر لك عن الريزوليوشن. ده طبعا ليه نسبه معينه المفروض ما تزيدش عنها، عشان ده بيتعمل اختبار بيتعمل عشان اتاكد من الانرجي ريزوليوشن بتاعه الكريستال او بتاع الجاما كاميرا بتاعتي. طيب اذا احنا كده اتكلمنا عن البالس هايت انالايزر ودوره العظيم في ان هو بيشيل لك كل السكاتر فوتون. الويندو دي مهمه جدا برضو، خد بالك الويندو دي لو زادت او حصل لها شيفت يمين او شمال تاثر لك على الايمج كواليتي بشكل كبير، تاثر على الايمج كواليتي بشكل كبير. تعال نشوف ازاي احنا بنتكلم في الجزئيه دي. يعني بص هنا
ادي الاوبجكتس اللي عندك اللي هو السيركلر اللي هو الريد سيركلر ده خلاص بيطلع جاما فوتون، تعمل سنتليشن تخش على الكريستال، تدخل على الفوتو مالتيبلاير تيوبس، بعد كده يطلع لك السبيكترم بهذا الشكل، شكل الكومبتون وشكل الفوتو بيك. تمام كده يا دكاتره؟ طيب عندك نوعين قلنا، الكومبتون سكاتر ديتكتد فوتونز اللي هي على كومبتون تيل، والفوتو بيك اللي هو اللون البلو ده اللي هو البرايمري ديتكتد فوتون. طيب شايف المربع ده اللي هو اللون اللي هو اللبني ده، شايف الصوره سي، المربع ده فين بالظبط؟ على البيك، يعني البيك تعتبر سنتر. شايف الصوره اللي فوقيها دي، انا جايب بوينت سورس. كلمه البوينت سورس دي لما تسمعها حضرتك كلنا عارفين السيرنج، السيرنج بتاعت الانجكشن بيحطوا فيها ماده مشعه، ماده مشعه، فانا كده التب بتاعت السيرنج دي اللي هو النيدل نفسها بيبقى فيها جزء من الماده المشعه، بيقوم جايبها ويحطها تحت الجاما كاميرا، يعني بيعمل لها ايمجنج، بيعمل لها تصوير، تديك النقطه دي، تديك البوينت ده، فبسميه بوينت سورس. يبقى كلمه بوينت سورس ده بمنتهى البساطه ماده مشعه في صوره نقطه. ساعات كنا بنعملها، بنجيب قطنه ونقوم حاطين فيها نقطه دروب كده من الراديو اكتيف ماتيريال، من السوليوشن، فتديك نقطه، تيجي تحط النقطة دي تحت الكريستال تظهر لك نقطة بهذا الشكل. طيب الويندو هنا في السي ده، انت احكم الصورة دي هنسميها صورة رقم واحد، ايه رأيك فيها؟ الصورة ريزوليوتد كده والنقطة دي منورة، منورة دي معناها ان في كاونتس، ان في اكتيفيتي، منورة جامد وفي كونتراست عالي ما بينها وبين الباك جراوند، صح يا دكاترة ولا انا غلطان؟ تمام تمام. ف لما تيجي تاخد لاين بروفايل للنقطه دي يظهر لك حاجه اسمها بوينت سبري فانكشن. الويدث بتاع البيك ده هو ده الفول ويدث ات هاف ماكسيمم اللي انا بحسبه، فاقوم حاسب الريزوليوشن. لو انا عايز اعمل، عايز اشوف الريزوليوشن بتاعت الكوليميتر مثلا او بتاع السيستم بتاعي، ممكن اجيب بوينت سورس واحطه واقوم عامل لاين بروفايل بهذا الشكل واحسب الفول ويدث ات هاف ماكسيمم، اشوفها ميت مع السبيسيفيكيشنز ولا ديفييتد عن السبيسيفيكيشن فاليو اللي هي جايه بيها الماشين بتاعتي. طب تعالى شوف بقى لما السبيكترم بتاع الكومبتون عالي شويه، انا عامل له نيجليكشن، بس ده برضو لا يمنع ان في جزء من الباك جراوند عندك هيعلى. يعني شايف البيك نفسها هنا، البدايه البيك دي هنا كانت قريبه من الاكس اكسس، هنا عليت عن الاكس اكسس، ده معناه ايه؟ معناه ان الباك جراوند بتاعك عالي، معناه ان الباك جراوند بتاعك عالي. الباك جراوند هنا شايف عالي عن النقطه دي، الباك جراوند عالي. طيب تعالى بقى لو انت زودت البيك بتاعتك او زودت الويندو بتاعتك خليتها كبيره بهذا الشكل في الصوره ايه، وخدت جزء كبير من الكومبتون معاك، الصوره بقت عامله ازاي؟ الكونتراست بتاعها قل، فهتلاقي الويدث بتاع الكيرف بتاعك ده الفول ويدث ات هاف ماكسيمم دي قيمتها ايه؟ قيمتها كبرت والريزوليوشن قلت. خد بالك من النقطه دي، فول ويدث ات هاف ماكسيمم تكبر، ريزوليوشن تقل، تقل ريزوليوشن تعلى. الصوره اللي حضرتك شايفها على اليمين دي، دي اسمها جازاك فانتوم. الجازاك فانتوم ده العظيم ده، ده بيستخدموه عشان يختبروا، يعمل تيست للجاما كاميرا او للسبكت او النيوكلر، في النيوكلر ايمجين. الفانتوم ده عايز اوريك صوره ليه، معلش انا نطيت شويه ليه، لان انا جبت حاجات من الايمج كواليتي وانا بتكلم، فعشان تبقى المعلومات كلها يعني في سيكونس واحد، لكن كل حاجه طبعا مترتبه في الـ في الـ في البرزنتيشن يعني، بس عشان يعني التسلسل اللي انا بحكي بيه ده افضل، يعني افضل من الـ من حتى الـ من الـ من التوبكس اللي كانت ترتيبها على الـ في الاف ار سي ار يعني. بس حضراتكم تمام معايا؟ مفيش مشاكل، احنا مركزين ولا في مشكله؟ يعني هو دلوقتي الباس هايت انالايزر هو الكي بوينت، هو الكور بتاع الماشين نفسها. طبعا طبعا ده مهم جدا.
وده بيبقى مكانه فين يا فندم؟ بيبقى مكانه قبل الكريستال ولا بيبقى مكانه قبل بعد الكوليجن؟ لا 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 لا، ده بعد الفوتو ملتبلاير تيوب، بعد السيجنال ما يحصل لها ملتبليكيشن وتخش على الاكس واي بوزيشننج سيركت. تمام، الاكس واي بوزيشننج سيركت دي تعمل ايه؟ تحدد لك الاكس والواي بمعادله برضو بكالكوليشنز معينه، ماثيماتيك ايكويشنز معينه، تقول لك الاكس والواي، تطلع ثلاث حاجات من السيجنال، تطلع الاكس والواي وتطلع الزد. الزد ده هو ده اللي بيعبر عن الانرجي، تقوم مدخل الزد ده على البالس هايت انالايزر، السيجنال اللي في الويندو ياخدها، اللي بره الويندو ما يعتمدهاش. تمام كده؟ لا معلش، انا كنت فاكر ان هو بالس هايت انالايزر بيبقى يعني خلاص، كنت ان هو بيديتكت، هو بيديتكت كل الفوتونز يا دكتور هاني، كل الفوتونز بيعملها ديتكشن. الفكره كلها بقى بعد ما بيحصل الديتكشن ده خلاص، هو السيجنال اللي جاياله دي جاياله بلو انرجي وجاياله بهاي انرجي وبلو انتنستي وبهاي انتنستي، تمام، وفي لوكيشن معين. هو دلوقتي عنده معلومه السيجنال دي فين في الكريستال، انرجي بتاعتها قد ايه، اللوكيشن بتاعها الاكس والواي بتوعها قد ايه. تمام كده، الثلاث معلومات دول خلاص واصلين. تمام، طب الثلاث معلومات دول هيترجموا ازاي؟ ان اللايت فوتون اللي خارج، اللايت انتنسيتي اللي خارج خلاص، بيعبر لك عن الانرجي بتاعت السيجنال، وبيعبر لك عن ايه، وبيعبر لك كمان عن الانتنسيتي بتاعتها، فهيترجم للالكترون. الالكترون اللي جاي ده خلاص، اللي هيجي اللي هيحصل له ملتيبليكيشن بالفوتو ملتيبلاير، هيبقى هيديك في الاخر بالس او فولتج بالس. البالس دي خلاص ليها امبليتيود وليها مكان وليها انرجي، المكان بالاكس وواي زي ما قلنا انها بتترجم عن طريق الفوتو ملتيبلاير تيوب، بيقدر يحدد المكان فين بالظبط، والانرجي الطاقه بتاعته قد ايه، والامبليتيود الانتنسيتي بتاعته كام، كاونت في المنطقه دي كام، كاونت كام فوتون جاي لي من المكان ده، فالمكان ده بالنسبه لي منور قوي ولا مطفي قوي. تمام، يدخل على الاكس واي بوزيشننج سيركت اللي تبتدي تعمل لك ايه، تقول لك اللوكيشن انا حددته بالاكس واي، طب طلع لي بقى الزد اللي هو الانرجي، دخلها على البالس هايت انالايزر. البالس هايت انالايزر يقول لك ايه، والله الانرجي دي في الويندو اللي انا عايزها، يبقى انا هاخد بس الانرجي دي. طب جات لي اعلى جات لي اقل، انا مش عايز السيجنال دي خالص، مش هاخدها معايا. بيطردها بقى باللوكيشن بتاعها بالانتنسيتي بتاعتها، ما بيحسبهاش اصلا، ما بيدخلهاش للصوره، فبيجي بعد كده يترجمها ويحط الصور على البيكسل على الايمج نفسها كانها مش موجوده، كانها ما طلعتش. الانرجي او الانرجي بتاعته بتتحدد عن طريق الراديو فارماسيوتيكال اللي انا بحكي. الانرجي نفسها دي حاجه كاركترستكس اساسا للراديو فارماسيوتيكال، يعني انت حاقن مثلا انت بقى بتقول انا عايز اشتغل على 140 كيلو الكترون فولت، ليه؟ لانك حاقن تكنيشن. طب انت شغال يا دكتور هاني حاله يود ايودين، فحاقن ايودين، الايودين ليه انرجي ثانيه، يبقى كام؟ 364 كيلو الكترون فولت. تقوم محدد تختار نوع الايزوتوب اللي انت شغال عليه اللي هو الايودين بالطاقه الجديده. كل بقى ايزوتوب